يقولون أن المرأة هي نصف المجتمع، بينما أؤكد أن المرأة قد تكون هي المجتمع بذاته، وخاصة إذا كانت امرأة ناجحة. لماذا وبدون تحيز؟ لأن المرأة هي الزوجة، هي الأم، هي الأخت، هي البنت. كل دول بيكونوا مجتمع ناجح إذا صلحت أفكارهم. في برنامجنا طاقة نور بنحاول أن احنا نسلط الضوء على النماذج الإيجابية اللي بتبعث الأمل في أنها تقدر تشتغل وتكافح وتحقق طموحها بدون ما يكون في فكرة جبارة جدا. مش كل الأفكار الكبيرة هي اللي بتحقق النجاح، ممكن تكون الأفكار الواقعية هي اللي بتحقق النجاح. من مدينة بورسعيد معنا اليوم نموذج لامرأة مكافحة عملت فكرة مختلفة لكن فكرة جديدة. تعالوا معايا نشوف طاقة النور من بورسعيد مع نورة السويري. جمهوري ان انا اقدم طاقة نور لنماذج ايجابية من المرأة التي تعتمد على نفسها وتحاول ان تحقق في المستقبل صورة مختلفة عن المرأة المكافحة. نورة السويركي قدمت تجربة مختلفة. بورسعيد ومحافظات كتير جدا مشهورة باكلة الفسيخ. الفسيخ مرتبط عند الناس بشم النسيم، لكن اصبح اكلة مميزة مصرية يبحث عنها حتى الزوار والضيوف. نورة مساء الخير. مساء النور. انا مبسوطه ان انا بسجل معاكي النهارده بورسعيد، وخصوصا ان انت سمعتك ما شاء الله بقت سابقاكي. الله يخليك يا رب، وانت منوراني والله، وانا مبسوطه ان انت منوراني النهارده. ربنا يخليكي. نورة، ازاي بدات فكره انك تعملي محل الفسيخ والرنجه؟ ودي حاجه صعبه جدا، يعني الناس اتعودت ان هي تجيبه وتتعامل معاه يوم في السنه، لكن انت حولتيه لاكله ليها نكهه ليها زبونها. احكي لنا كده عن تجربتك. الاكله دي بحس ان هي بتلم الصحاب وبتلم الاهل وبتبقى حلوه كده في اللمه، فقلت ليه ما يبقاش الاكله دي تنزل بمنظر حلو ويبقى لها مطعم زي اي مطعم، مطعم دجاج، مطعم لحوم، مطعم بحريات، ليه ما يبقاش ليها ويبقى مطعم متخصص في 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 الفسيخ والحاجات اللي هي المملحه ديت. نعم. فقلت ليه ما يتنزلش بشكل نظيف وبشكل شيك جدا، وفي نفس الوقت بتوفر له جوه كافه وسائل النظافه اللي بيقلق منها في اكله الفسيخ، عشان انت احنا عارفين طبعا ان اكله الفسيخ دي بتبقى ليها ريحه وكلام من ده. أيوة. فانا حبيت امن كل ده وانزلها بنفس الوقت بشكل شيك، تاكليها في اي وقت، تيجي المطعم تاكليها في اي وقت، لو بتضايقي تاكلها في البيت لا اكلها في المطعم. طب انت يعني اولا اخترتي مكان مفتوح، احنا دلوقتي في بور فؤاد، والمدينه دي مرتبطه بذاكره الناس بانها مدينه سياحيه هاديه صغيره قريبه من البحر وقريبه من قناه السويس. انت اخترتي كمان مكان له طابع خاص. ايوه، انا قلت المكان اللي انا اخترته جنب قريه سياحيه وكلام من ده. ليه بقى؟ قلت اول حاجه بعيد عن المساكن والكلام ده، ان حد مثلا يشوف على اليافطه فسيخ يقلق من الحته دي. ايوه، فقلت لا خليني في بعيد شويه، وفي نفس الوقت مكان سياحي جميل جدا وعلى البحر، حتى اللي هيقعد هيستمتع بالقعده كمان. نورة، يعني انت تقريبا طورتي في الـ في الـ في الاكله، يعني عملتيها مخليه وعملتيها بالزيت والزيتون وحاجات كده. انا عايزه بعد ما تعملي لنا الحاجات دي نشوفها وهي معموله، بس انا عندي سؤالين مهمين في الحقيقه. مش من السهل ان ست تبقى شيف وتفتح مطعم ويبقى ليها زبونها زي ما انت عملتي، فدي درجه النجاح رقم واحد. الحاجه الثانيه المهمه جدا النظافه. انا شايفه المكان نظيف، المطعم مش باين فيه، الناس متعوده الحاجات دي بتبقى في براميل او في رمال، فهل انت بتعملي الفسيخ والحاجات دي بايدك؟ بصي، انا ما دخلتش اي حد غريب في المهنه دي، انا وولادي وزوجي. نعم. مع بعض ما بيضايقوش يعني؟ لا 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 خالص، حتى ابني كان ساعات يقول لي ماما، ساعات صحابي يقول لي مش عارف ايه وكلام من ده، وفي نفس الوقت قال لي دي شغلي، دي حاجه ما تزعلنيش طبعا، ده شغلي. ما بيقول لي ماما ساعات المهندس الميكانيكي بيطلع هدومه عامله كده مش عارف ايه، فده شغلي، فانا ما استعرش منه. يعني بتشتغلي بايدك؟ بايدي. دي اول تجربه يا نوره ليكي كشيف، يعني الفسيخ بس ولا بتعملي اكلات بحريات؟ كنت الاول بصراحه شغاله اونلاين في البيت، ما كنتش بعمل الا اكل بحريات بس. ايوه. واجت حته الفسيخ ديت ان انا بحبها جدا، فكنت عامله كميه ولزياره الناس حبايبي، لانهم انا معروفه بالفسيخ جدا من القاهره، فاعتذروا وما جوش، فقلت اعرضها على النت، اقول يا جماعه انا عندي 5 كيلو الكميه الفلانيه فسيخ وكده، وعرضتها على النت، وكان بها لو كان عندي وقتها 100 كيلو كانت باع.
يعني انت يعني هي كانت صدفه يعني هي دي بدايتي. لا هو ربنا اللي اختار لي الرزق في المكان ده بصراحه. ما شاء الله ربنا يبارك لك في رزقك. سؤال تاني كمان مهم جدا، يعني احنا من فتره وجدنا ان معظم الناس اللي عامله افكار بسيطه وبتحاول انها تكافح بايدها، وانا شفت بعيني، مش هقول المناسبات عشان ما اضيعش ثوابك، لكن انا شفت بعيني كمان في وقت جائحه كورونا ان انت كنت بتوزعي حاجات للغلابه، فانت ما كنتيش بتشتغلي، لكن انت ما نسيتيش ان ربنا اكرمك وحاولتي انك تساعدي ناس. انا عارفه انك مش بتحبي تقولي، لكن انا بقول الواقع دي لسبب بسيط جدا. لما يتعمل مشروع واحنا في برنامج طاقه نور بنحاول ان احنا نقول ان كل واحد بيشتغل بدراعه وبيحاول انه يجتهد، يا جماعه ما نحاربوش. انا سمعت بقى ان انت كمان يعني اتعاقبتي بدل ما الناس تشجعك، فايه حكايه بسرعه ومش هنقول تفاصيل. اتعاقبت ان ازاي يبقى فسيخ في قريه سياحيه، ينقلوا القريه السياحيه يعني هل القريه السياحيه الناس اشتكت يعني الزوار اشتكوا ولا ده مش حد من الزوار خالص، كان ايه حد من التراخيص والكلام ده كله، قال لي اليافطه دي تتشال، ده فسيخ، ما ينفعش فسيخ في قريه سياحيه. قلت لها حضرتك حاسه باي اذى في اي ريحه في المكان، شايفه البراميل وحاجات مفتحه؟ لا 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 من الحي مش من الصحه خالص. الصحه كل ما بتجيلي الحمد لله رب العالمين ما بتقش عندي اي مشكله، شهادات الصحيه والاجراءات الوقائيه وماشيين. بصي يعني الحته دي بهتم بها جدا. أيوة. حته النظافه دي اللي مش عايزه ياخدوا فكره فسيخ يبقى مكان ليه ريحه، او فسيخ مكان يبقى مش نظيف، لا زي اي مكان بتدخليه بتاكلي فيه بتتناولي فيه وجبه هيبقى زي الفسيخ بالظبط. ايوه بس كده. فكانت المشكله كلها ان انا ازاي فسيخ في قريه سياحيه بس. يعني طب زي ما هم عملوا الجرين سوب يعني ملوخيه، مش طب ما كنا عملنا مثلا الكريزي فيش ولا حاجه يعني كنا دلعنا الاسم لو الموضوع بالتحايل والله. ولا والله انا بصي انا يعني ناس كتير عرضت عليا قالوا لي اعملي بحريات الملكه، ملكه البحريات، مش عارف ايه كلام من ده، والبحريات من ضمن الفسيخ وكلام من ده، بس انا الاساسي عندي الفسيخ. انا الاساسي عندي هنشيل فسيخ ونكتب الاسماك المملح، ما تزعلوش، يمكن هي دي اللي مزعله الدنيا والله انا مش عارفه يعني في اماكن كتير جدا، احنا صورنا قبل كده حلقه في كفر الشيخ وقالوا ان في مدينه هناك اسمها سيدي سالم تقريبا او نبروه حاجه كده مشهوره جدا بالفسيخ، هم بيتباهوا بده وكاتبينها على مدخل المدينه، فما فيهاش مشكله. هم يعني يعني اساس الصنعه هناك الملك، ان احنا الدوله يعني احنا المحافظه البحريه هنا اعتقد كنال بحر وسمك وكده، ده اللي انا فكرت فيه اول ما افتح المشروع. ليه دي ما تبقاش عندنا احنا؟ احنا بلد السمك، بلد البحريات كلها، بلد فواكه البحر كلها، ليه دي ما بتبقاش من ضمنها؟ ليه؟ نورة انا عايزه اقول لك بس انا ليه قلت للناس ان انت بتساعدي وما بتبخليش، لان هم احنا قلنا في مقدمه البرنامج ان الناس بتقول ان المراه نص المجتمع، انا بقول المراه ممكن تكون المجتمع كله لو الام ربت ولادها كويس والزوجه ساعدت جوزها والبنت والاخت، يعني احنا نقدر نعمل في المستقبل. انت متفائله ان الفتره الجايه ممكن تكون سياحيا افضل، وخصوصا بعد الحكومه ما رجعت شويه الحركه، انت شايفه جنب القريه السياحيه والرواد المطعم رجعوا شويه ولا لسه؟ رجعوا يعني الناس خايفه لسه إلى حد. لا بص هقول لك حاجه، هو الحمد لله لحد ما رجعت، بس برضو مش هتبقى زي الاول. احنا الحمد لله بس لو رجعنا وباجراءات وقائيه زي ما الصحه بتدينا تعليمات وكده، يعني هتبقى حلوه جدا، وهنحافظ جدا على صحتنا وهنحافظ على العمال اللي بيشتغلوا عندنا والزوار اللي بيجوا لنا كده، يعني ما تبقى في اجراءات وقائيه في المكان دي حاجه كويسه جدا، يعني هتحافظ على سلامه الناس يعني. طيب قبل ما نختم اللقاء، هو سؤال دايما بيتسال في اي مطعم احنا بنروحه، يعني الاسعار، يعني المكان هنا مناسب لكل الاسر، يعني الاسره المتوسطه تقدر تيجي تقضي يوم وتتغدى تقعد يوم على البحر وتيجي تتغدى فسيخ، الاسره الفي اي بي ممكن تلاقي الحاجات مخليه وكده، ولا احنا عندنا الاسعار اعلى شويه؟ لا الاسعار مش عاليه خالص، الاسعار زي السوق كلها، بس في ناس متوقعه ان هي ما بتجيب التلات سمكات ملحهم بيدوهم اكتر من الكميه، لا انا بقول لها جربي حضرتك والتلات سمكات دول اخليهم وطلعيهم هطلعوا نفس الكميه اللي بتنزل لك بالظبط، بس هي بتتكلم ان السمكه لسه بحالها مش فاهمه، مش مخليه، مش متنضف منها حاجات كتير والكلام ده كله، بس طبعا الفي اي بي عندي طلبه والناس الوسط عندي برضو طلبها، بمشي مع جميع الفئات يعني. في ناس كتير جدا لما بتسمع كلمة تمليح بتتذكر البطارخ، أو هي السمك في بورسعيد مشهور بالبطارخ كده، الاسم أنا بقوله صح؟ طيب هل إن ده متاح برضو في المحل عندنا بيبقى موجود بطارخ ولا؟ لأن هي ليها ناس معينين هي اللي بتعمل البطارخ، بتتخزن هي بداية الموسم بتاعها من شهر 11 بيخلص شهر 12 أو أول واحد، بنبدأ نخزن عشان نوفر بقية السنة كلها البطارخ تبقى موجودة في المحل. تمام.
انا بشكرك جدا. عايزين بقى نشوف الحاجه وهي بتجهز، وعايزاك تشجعي الناس بكلمه كده انهم يجوا عندنا. انا يا الاثنين المحل عندنا الحمد لله رب العالمين، المستوى النظافه نظيف جدا الحمد لله، ما فيش حد عندي بيشتغل من غير قلافز، ما فيش حد بيشتغل من غير اجراءات وقائيه في المحل خالص. حته انك تخافي بقى من حته تشوف طبعا الحاجات وهي بتجهز، حته بقى ان تشوفي التمليح والفسيخ والكلام ده كله، انا عايزاكي تضمني دي خالص، لان لها مكان نظيف جدا. ان شاء الله هنصور تاني باذن الله واوريكم المكان اللي بملح فيه المعمل نفسه. واكيد الناس اللي اتعاملت معايا كلهم عارفين يعني وواثقين جدا في نظافه المكان. انا بشكرك، وقبل ما نحكم على الناس تعالوا نجرب الحقيقه، قرب وجرب من ملكه الفسيخ، تعالوا نشوف الحاجه وهي بتجهز ونشوف قد ايه هي حلوه جدا. يا بلدي يا اغلى البلاد يا بلدي، بلدي يا بلدي، يا بورسعيد يا بلدي، بلدي يا بلدي، يا اغلى البلاد يا 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 بلدي، بلدي يا بلدي، يا بورسعيد يا بلدي، بلدي يا بلدي، يا اغلى البلاد يا بلدي، بلدي يا بلدي، يا بورسعيد يا بلدي، بلدي يا بلدي، يا اغلى البلاد يا بلدي، بلدي يا بلدي، يا بورسعيد يا بلدي. يا ام القناة عالي فوق الكنال، يا ام القناة عالي فوق الكنال، والدفاين رايحة جاية، دفاين رايحة جاية، انوارها بتلالي.